الله الرحمن الرحيم. اليوم طلعنا مع اخوتنا الموظفين نطالب بحقوقهم في موضوع توزيع قطع الاراضي على مستحقيها، كما نص القانون على توزيع قطع الاراضي للموظف الذي مضى على خدمته 5 سنوات او اكثر. اليوم احنا في ناحيه برطله كشبك وكباقي الاقليات لدينا موظفين يستحقون قطع الاراضي، وهناك قرار بهذا الخصوص، لكن لم يتم توزيع قطع الاراضي بحجه قانون 23 باء من الدستور العراقي بعدم تغيير ديموغرافي في المنطقه. نحن نقول انه الشبك هم موطنهم الاصلي والوحيد في العالم هو في برطله وقراها، اذا يستحقون قطع الاراضي. لا يوجد اي تغيير ديموغرافي، نحن لسنا قادمين من مناطق او محافظات اخرى لكي نحدث تغيير ديموغرافي، نحن من سكنه برطله ومن قرى برطله، وبالتالي الموظفين يستحقون، كافه الموظفين ليس في دائره واحده، كل الموظفين ومنذ 10 سنوات لم يستلموا قطع اراضي، وهذا حق كفله الدستور. هل يشمل على موظف معين ام كل الموظفين؟ كل موظفي الدوائر في برطله الذين مضى على خدمتهم 5 سنوات يستحقون قطع الاراضي، لكن بقرار من شخص وبطلب من شخص ليس لديه اي صفه رسميه الى رئاسه الوزراء يتم الموافقه عليه بايقاف التوزيع. لماذا؟ وماذا عن هؤلاء الخارجين يطالبون بحقوقهم؟ حكومة رئيس الوزراء أعلم أنه سوف يقوم توزيع أراضي على الموظفين، هل حبر على الورق؟ هذا الكتاب صدر من مجلس رئاسة الوزراء لكن لم يتم التنفيذ في محافظة نينوى، والكل يعلم لأسباب يدعون بأنها تغيير ديموغرافي. كما ذكرت تغيير ديموغرافي لا يكون من سكان نفس المنطقة، كما ذكرت الشبك وباقي الأقليات موطنهم الأصلي في سهل نينوى. الحكومة المحلية أين هم؟ الحكومة المحلية مطالبة، والآن هذه الوقفة الاحتجاجية تطالب من الحكومة المحلية بالتدخل لحل القضية بشكل سلمي، وكذلك حتى الوقفة الاحتجاجية السلمية، يعني يطالبون بحقوقهم كباقي الموظفين الذين استلموا في الناصرية وفي باقي المحافظات، استلموا يوم أمس، وموظفين عقود استلموا، والأشخاص هنا خارجين موظفين دائميين وأكثر من 9 سنوات يستحقون ولا يوجد تلبية لمطالبهم. يعني الموظفين الأقليات وين راح يستلمون إذا ما والله اكو حل واحد، انه بس بالمريخ اذا يخصصوا لهم قطع اراضي راح يستلمون. اذا انت موطنك الاصلي في سهل نينوى في برطله والقرى التابعه لها، اذا لازم تستلم في برطله، يعني قابل ينطوك بالنمرود؟ نعم. شهداء اكثر من مئات الشهداء، هل ايضا مشمولين بمنع التمليك؟ استاذ محمد، اليوم حتى ذوي الشهداء والجرحى والموظفين والكل يستحقون قطع اراضي، ممنوع يستلموا قطعه ارض أو ممنوع التوزيع لهم بالأحرى، يعني حتى المسؤول على هذا الموضوع لا يستطيع توزيع الأراضي. رسالة إلى حكومة الكاظمي بأنه هذا المنع لماذا بحق حتى الشهداء؟ رسالة إلى السيد الكاظمي التدخل، أو حتى محافظ نينوى التدخل لحل الموضوع، لأن الأخوة راح يصعدون أكثر، مظاهرة ووقفة احتجاجية ممكن تظهر الأعداد أكبر في المستقبل، فليش ما يكون أكو حل؟ وهذا من حقهم. موظفين بلدية برطلة وكل واحد عنده 20-30 سنة خدمة، مستحقين أراضي وكتاب كامل من وزارة من البلديات، توزيع ما يوزعون ما ينطون، يعني يتدخلون بيه رجال دين مسيحيين. أيوة. موظف صار لك أجر خدمة؟ صار لي 20 سنة أجر من 20 سنة. شوف راح تستلم قاع؟ والله ما لحد الآن ما مستلم، أشكر لي ما نموت نستلم قاع، احنا كله إيجارات وأصحاب عوائل. من تظاهرات وذلك المطالبات ببعض الاستحقاقات القانونية والحقة والمشروعة بالنسبة لأهالي سهل نينوى. أولا بالنسبة لتوزيع الأراضي السكنية، هناك يعني تمايز بتوزيع الأراضي السكنية، ولا يسمحون للقومية الشبكية باستلام أراضي سكنية سواء للموظفين أو عندنا جرحى أو شهداء الحشد، هذا ممنوع أنه نستلم أراضي في منطقتنا في سهل نينوى.
اثنين عندنا مشكلة ثانية انه اكو هناك في مناطقنا سهلنا اكو رجال الدين عم يدخلون في المسائل السياسية، وهذا احنا يعني نقول انه رجل الدين للدين، اما رجل السياسة للسياسة. واكو عندنا بعض طلبات اخرى، توازن ايضا في الوظائف الوحدات الادارية، ايضا ماكو توازن، يعني ما عندنا يعني واحد مسؤول كبير في الناحية ما يسمحون انه سواء مثلا مدير البلدية. قبل فترة كان مدير البلدية من عندنا، حاولوا راحوا لبغداد ويا مسؤولين، المهم طلعوا مدير البلدية من عندنا. زين احنا اذا نشكل نسبة 70% من المجتمع سن نوا، اذا مدير البلدية ما تسمحونه، اذا توزيع الاراضي ما تسمحونه، اذا هذا ما تسمحونه، اين التعايش السلمي؟ نحن نطالب الجميع بالتعايش السلمي وفق القانون وفق الدستور العراقي. هناك مطالب ايضا اخرى مطالب خدميه عندنا، مثلا اكساء الشوارع، الماء، المجاري، هذا المطالب اللي عندنا. ايضا تعويضات، بالنسبه للتعويضات عندنا تعويضات ما ماشيين، منحه 1.5 مليون اصلا ما موجود عندنا لحد الان، مع ان احنا 2017 رجعنا ولحد الان ماكو عندنا تعويضات 1.5 مليون. ايضا نطالب المسؤولين. نعم نعم للعراق، ايجاد للموظفين والعسكريين القدماء. ترى قرار نحن مشمولين بقرار 117 موزعين قطعة اراضي مستلمين اوراق بدون سندات، لحد الان اراضي في قاطع جلوخان، لي الساعة كل شيء ما مسوينه ولا اعطونا قطعة اراضي. نحن كموظفين نعتبر كعسكريين قدماء، ولي الساعة ما مستلمين قطعة اراضي مالنا. ومع العلم لان مثبتين بالدائرة بالبلديات، مثبتين بالناحية ما يعطونا قطعة اراضي. والله ما اعرف، هالقرار قديم، ليش ما ينطقون الناس؟ نحن مسجلين كاملين، المعامله مالنا كامله، موجود يمه مثبت، ليش ما ينطقون على قرار سهل نينوى؟ ليش سهل نينوى ما ينطقون؟ نحن قاطع جلوخان، متعين قاطع جلوخان، برطله، حمدانيه، موزعين قرار 117، ليش ما ينطقون القرار؟ قسم اخذوه، قسم ما يسموه. ما نعرف من المحافظ، معاون محافظ، مدير ناحيه، مدير قضاء، هاي مقام ما حد يعرف. شكرا والله بالالاف نطلع. كلا 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 للطائفيه، كلا كلا للطائفيه، نعم نعم للتعايش، نعم نعم للتعايش، هيهات منا الذله، هيهات منا الذله، نعم نعم للطائفيه، كلا كلا للطائفيه، كلا كلا للطائفيه، كلا. نعم سببنا التظاهرات لم يكن توزيع اراضي للموظفين وذوي الشهداء، وكذلك عندي موافقه من المستاجر المشتري منه، وعندي موافقات اوليه يمنعوني من البناء، المشاهدات غير ثابته، وياتي لي موافقات من البلديات ومن بلديه برطله كامله متكمله، ياتي لي مركز برطله يمنعني بدون اي تعرض الي دوم يقول منع البناء في مشتلك. أنا عندي موافقات الأولية، المنع لم يبين لي. الرسمية البناء يأتيني نقيب نوار يقول لي ممنوع منعا باتا. أنا ابن المنطقة، نعم، من حي لاشور برطلة سكني، ولحد الآن ممنوع، يمنعوني لم أعرف السبب، ويتعرض لي بدون اي امر قبض او اي امر منع، وتجاوزات لدي كل التجاوزات. هي التجاوزين، نحن مأجرين ايجار وما يقبلون، عندنا اجازه بناء 15% لا يقبلون، وكم متجاوزين على اراضي الدوله ما حد يحكي، مستنددين من جهه خاصه. منو يعني غير الناحيه غير البلديه غيرهم؟ منوكو غيرهم؟ المسيحيين، مسيحي ماخذ قاع ما حد يحكي. احنا شبك مأجرين وعندنا وثائق، 15% عندنا بناء ما حد يقبل. ومن القص موجود اوراق، كله موجود عندنا مستندات، مو نحكي شيء يعني بس حكي، عندنا مستندات، تجاوزات كله موجود ما حد يحكي. متجاوزين على قاعه الدوله، ليش الدوله ما تطلع؟ ليش على قاعنا تطلع؟ يجينا من بلاغ، من حمدانيه، من برطله، يجينا مركز شرطه، ليش؟ ماخذين ايجار، ماخذين ايجار ما 3 سنوات، ليش جايين علينا؟ ليش ما تروحون على المدافع ايجار؟ ها يا اخويا،
خلي يوصل صوتنا للدولة، يوصل صوتنا لبغداد، خلي يوصل صوتنا. نشكرك. نعم نعم للسلام. هذه الاحتجاجية في مديرية بلدية برطلة، ونحن موظفي بلدية برطلة طالبنا بتخصيص أراضي قطع أراضي السكنية للموظفين، وتم المصادقة على خطة التوزيع في الوزارة، لكن هناك تلكؤ في تنفيذ الأوامر من جهات لا نعلمها. نطالب من السادة المسؤولين التدخل، نطالب السيد رئيس الوزراء المحترم والسيد أبو جعفر ممثل كوت الشبك والسيد المحافظ والسيد مدير بلديات إنصافنا في التوزيع على هذا الشريحة الفقيرة الذين هم ضحوا في سبيل. كان انطلاقة الأولى في إعمار الموصل والتنظيف الموصل، ولكم الشكر والتقدير. الرحمن الرحيم. جماهير سهل نينوى تطالب بما يلي: اولا توزيع الاراضي السكنيه لعوائل الشهداء، القوات الامنيه والمدنيين والجرحى والمصابين جراء العمليات الارهابيه. اثنين توزيع الاراضي السكنيه لموظفي دوائر ناحيه برطله عامه. ثلاثه تنفيذ الاوامر الوزاريه الوارده الينا بخصوص توزيع الاراضي السكنيه والتي تم المصادقه عليها من قبل معالي السيده الوزيره مديرية بلدية برطلة. أربعة نطالب بإقساء شوارع القرى والأرياف والمجمعات السكنية التابعة لناحية برطلة دون استثناء، إسوة بباقي القرى والأرياف التابعة لناحية وأقضية محافظة نينوى. خامسا نطالب باختيار مدراء الدوائر في ناحية برطلة على أساس الكفاءة وليس على أساس رضا رجال الدين والمحسوبية. ستة نطالب بإيصال الماء الصالح للشرب للقرى والمجمعات ذات الكثافة السكانية. سبعة نطالب بالتشخيص من يريد زرع الفتنة الطائفية أو العرقية أو المذهبية في الناحية. ثمانية نطالب بعدم تدخل رجال الدين في أمور دوائر الدولة والناحية. تسعة توفير بعض المستلزمات الحياتية لمواطني سهل نينوى على أساس برنامج الحكومي الأمن الغذائي. عشرة وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الجماهير سيكون هناك مظاهرات أخرى تصعيدية واعتصامات مفتوحة. اللهم إني بلغت، اللهم فشد. نخبة من شيوخ ووجهاء ومثقفي ومختاري وموظفي سهل نينوى يوم الثلاثاء المصادف 26/7/2022. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا طلبات أخرى مثلا إقساء الشوارع، عندنا مجاري، عندنا كهرباء، هذا شغلات ثانوية، أما الهدف الرئيسي من هذه التظاهرات أنه يجب أن يكون هناك توازن وإحقاق الحق للمواطن المساكن في سهل نينوى وخاصة في ناحية برطلة وفي قضاء حمدانية. هناك تمايز. نرجو من الجميع القضاء أو الحلول لهذه المشكلة. نعم نعم للعراق.
الآلاف من الموظفين والشهداء لم يستلموا قطع الأراضي بداعي التغيير الديموغرافي وأعذار أخرى، ووعود الجهات الحكومية بتوزيع الأراضي حبر على الورق. وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية تغطيتنا، نستودعكم وإلى اللقاء. اليوم طلعنا مع اخوتنا الموظفين نطالب بحقوقهم في موضوع توزيع قطع الاراضي على مستحقها، كما نص القانون على توزيع قطع الاراضي للموظف الذي مضى على خدمته 5 سنوات او اكثر. اليوم احنا في ناحيه برطله كشبك وكباقي الاقليات لدينا موظفين يستحقون قطع الاراضي، وهناك قرار بهذا الخصوص، لكن لم يتم توزيع قطع الاراضي بحجه قانون 23 باء من الدستور العراقي بعدم تغيير ديموغرافي في المنطقه. نحن نقول انه الشبك هم موطنهم الاصلي والوحيد في العالم هو في برطله وقراها، اذا يستحقون قطع الاراضي. لا يوجد اي تغيير ديموغرافي، نحن لسنا قادمين من مناطق او محافظات اخرى لكي نحدث تغيير ديموغرافي، نحن من سكنه برطله ومن قرى برطله، وبالتالي الموظفين يستحقون، كافة الموظفين ليس في دائرة واحدة، كل الموظفين ومنذ 10 سنوات لم يستلموا قطع أراضي، وهذا حق كفله الدستور. هل يشمل على موظف معين أم كل الموظفين؟ كل موظفي الدوائر في برطلة الذين مضى على خدمتهم 5 سنوات يستحقون قطع الأراضي، لكن بقرار من شخص وبطلب من شخص ليس لديه أي صفة رسمية إلى رئاسة الوزراء يتم الموافقة عليه بإيقاف التوزيع. لماذا؟ وماذا عن هؤلاء الخارجين يطالبون بحقوقهم؟ حكومة رئيس الوزراء أعلم أنه سوف يقوم توزيع أراضي على الموظفين، هل حبر على الورق؟ هذا الكتاب صدر من مجلس رئاسة الوزراء لكن لم يتم التنفيذ في محافظة نينوى، والكل يعلم لأسباب يدعون بأنها تغيير ديموغرافي. كما ذكرت تغيير ديموغرافي لا يكون من سكان نفس المنطقة، كما ذكرت الشبك وباقي الأقليات موطنهم الأصلي في سهل نينوى. الحكومة المحلية أين هم؟ الحكومة المحلية مطالبة، والآن هذه الوقفة الاحتجاجية تطالب من الحكومة المحلية بالتدخل لحل القضية بشكل سلمي، وكذلك حتى الوقفة الاحتجاجية السلمية، يعني يطالبون بحقوقهم كباقي الموظفين الذين استلموا في الناصرية وفي باقي المحافظات، استلموا يوم أمس، وموظفين عقود استلموا، والأشخاص هنا خارجين موظفين دائميين وأكثر من 9 سنوات يستحقون ولا يوجد تلبية لمطالبهم. الموظفين الاقليات وين راح يستلمون اذا ما والله اكو حل واحد، انه بس بالمريخ اذا يخصصوا لهم قطع اراضي راح يستلمون. اذا انت موطنك الاصلي في سهل نينوى في برطله والقرى التابعه لها، اذا لازم تستلم في برطله، يعني قابل ينطوك بالنمرود؟ نعم، شهداء اكثر من مئات الشهداء، هل ايضا مشمولين بمنع التمليك؟ استاذ محمد، اليوم حتى ذوي الشهداء والجرحى والموظفين والكل يستحقون قطع الأرض، ممنوع يستلمون قطعة أرض أو ممنوع التوزيع لهم بالأحرى، يعني حتى المسؤول على هذا الموضوع لا يستطيع توزيع الأراضي. رسالة إلى حكومة الكاظمي بأن هذا المنع لماذا بحق حتى الشهداء؟ رسالة إلى السيد الكاظمي التدخل، أو حتى محافظ نينوى التدخل لحل الموضوع، لأن الأخوة راح يصعدون أكثر، مظاهرة ووقفة احتجاجية ممكن تضر
الأعداد أكبر في المستقبل، فليش ما يكون أكو حل؟ وهذا من حقهم. نعم نعم للأقلية، نعم نعم للتحايش، كلا كلا للطائفية، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، لا للإقصاء، لا للتهميش، نعم نعم للترشيح، نعم نعم للترشيح. موظفين بلدية برطلة وكل واحد عنده 20-30 سنة خدمة، مستحقين اراضي وكتاب كامل من وزاره من البلديات، توزيع ما يوزعون ما يعطون، يعني يتدخلون به رجال دين مسيحيين. اي والله. انت موظف صار لك اجر؟ صار لي 20 سنه اجر من 20 سنه. شو راح تستلم قاع؟ والله ما انا لحد الان ما مستلم، اشكر لي ما نموت نستلم قاع. احنا كله ايجارات واصحاب عوائل. وذلك المطالبة ببعض الاستحقاقات القانونية والحقة والمشروعة بالنسبة لأهالي سهل نينوى. أولا بالنسبة لتوزيع الأراضي السكنية، هناك يعني تمايز بتوزيع الأراضي السكنية، ولا يسمحون للقومية الشبكية باستلام أراضي سكنية سواء للموظفين أو عندنا جرحى أو شهداء الحشد. هذا ممنوع أنه يستلم أراضي في منطقتنا في سهل نينوى. اثنين، عندنا مشكلة ثانية أنه أكو هناك في مناطقنا سهل نينوى أكو رجال الدين عم يتدخلون في المسائل السياسية، وهذا احنا يعني نقول أنه رجل الدين للدين، أما رجل السياسة للسياسة. وأكو عندنا بعض طلبات أخرى، توازن أيضا في الوظائف الوحدات الإدارية، أيضا ماكو توازن، يعني ما عندنا يعني واحد مسؤول كبير في الناحية ما يسمحون أنه سواء مثلا مدير البلدية. قبل فترة كان مدير البلدية من عندنا، حاولوا راحوا الى بغداد ويا مسؤولين، المهم طلعوا مدير البلديه من عندنا. زين احنا اذا نشكل نسبه 70% من المجتمع من مجتمع سهل نينوى، اذا مدير البلديه ما تسمحونا، اذا توزيع الاراضي ما تسمحونا، اذا هذا ما تسمحونا، اين التعايش السلمي؟ نحن نطالب الجميع بالتعايش السلمي وفق القانون وفق الدستور العراقي. هناك مطالب ايضا اخرى مطالب خدميه عندنا، مثلا اقساء الشوارع، الماي، المجاري، هذا المطالب اللي عندنا. ايضا تعويضات، بالنسبه للتعويضات عندنا تعويضات ما ماشيين، منحه 1.5 مليون اصلا ما موجود عندنا لحد الان، معلن احنا 2017 رجعنا ولحد الان ماكو عندنا تعويضات 1.5 مليون، ايضا نطالب المسؤولين. نعم نعم للعراق، احتجاج من الموظفين والعسكريين القدماء، ترى قرار نحن مشمولين بقرار 117 موزعين قطعة أراضي مستلمين أوراق بدون سندات، لحد أن أراضي في قاطع جلا وخان، لساعة كل شيء ما مسوينه ولا أعطونا قطعة أراضي، نحن كموظفين نعتبر كعسكريين قدماء وليس ما مستلمين قطع أراضي مالنا، ومع العلم لأننا مثبتين بالدائرة بالبلديات مثبتين بالناحية ما ينطونا قطعة أراضي. والله ما اعرف هالقرار قديم، ليش ما ينطقون الارض؟ نحن مسجلين كاملين، المعامله مالنا كامله، موجود يمه مثبت، ليش ما ينطقون على قرار سهل نينوى؟ ليش سهل نينوى ما ينطقون؟ نحن قاطع جلوخان، متعين قاطع جلوخان برطله حمدانيه موزعين قرار 117، ليش ما ينطقون القرار؟ قسم اخذوه قسم ما يسموه. ما نعرف من المحافظ، معاون محافظ، مدير ناحيه، مدير قضاء، قائم مقام، ما حد يعرف. شكرا والله بالالاف نطلع. كلا كلا للطائفية، كلا كلا للطائفية، نعم نعم للتعايش، نعم نعم للتعايش، هيهات منا الدلة، هيهات منا الدلة، نعم نعم للأقلية، كلا كلا للطائفية، كلا كلا للطائفية، كلا. نعم السبب من التظاهرات لم يكن توزيع اراضي للموظفين والذوي الشهداء، وكذلك عندي موافقه من المستاجر المشتري منه، وعندي موافقات اوليه يمنعوني من البناء، المشاهدات غير ثابته، وياتي لي عندك
موافقات من البلديات ومن بلدية برطلة كاملة متكملة، يأتيني مركز برطلة يمنعني بدون أي تعرض إلي دوم يقول منع البناء في مشتلك. أنا عندي موافقات الأولية، المنع لم يبين لي. الرسمية البناء يأتيني نقيب نوار يقول لي ممنوع منعا باتا. أنا ابن المنطقة، نعم، من حي لاشور برطلة سكني، ولحد الآن ممنوع، يمنعوني لم أعرف السبب، ويتعرض لي بدون أي أمر قبض أو أي أمر منع، وتجاوزات لدي كل التجاوزات. هي التجاوزين، مأجرين إيجار وما يقبلون، عندنا إجازة بناء 15% لا يقبلون، وكم متجاوزين على أراضي الدولة ما حد يحكي، مستنددين من جهة خاصة. منو يعني غير الناحية غير البلدية غيرهم؟ منوكو غيرهم المسيحيين؟ مسيحي ماخذ قاع ما حد يحكي. احنا شبك مأجرين وعندنا وثائق، 15% عندنا بناء ما حد يقبل. ومن القص موجود أوراق كله موجود، عندنا مستندات، مو نحكي شيء يعني بس حكي، عندنا مستندات، تجاوزات كله موجود ما حد يحكي، متجاوزين على قاعة الدولة، ليش الدولة ما تطلع؟ ليش على قاعنا تطلع؟ يجينا من بلاغ من حمدانية، من برطلة، يجينا مركز شرطة، ليش؟ ماخذين إيجار، ماخذين إيجار ما 3 سنوات، ليش جايين علينا؟ ليش ما تروحون على المدافع إيجار؟ يا أخويا، خلي يوصل صوتنا للدولة، يوصل صوتنا لبغداد، خلي يوصل صوتنا. نشكرك. هذه الاحتجاجية في مديرية بلدية برطلة، ونحن موظفي بلدية برطلة طالبنا بتخصيص أراضي، قطع أراضي السكنية للموظفين، وتم المصادقة على خطة التوزيع في الوزارة، لكن هناك تلكؤ في تنفيذ الأوامر من جهات لا نعلمها. نطالب من السادة المسؤولين التدخل، نطالب السيد رئيس الوزراء المحترم والسيد أبو جعفر ممثل كوت الشبك والسيد المحافظ والسيد مدير بلديات إنصافنا في التوزيع على هذه الشريحة الفقيرة الذين هم ضحوا في سبيل، كان انطلاقة الأولى في إعمار الموصل والتنظيف الموصل، ولكم الشكر والتقدير. الرحمن الرحيم، جماهير سهل نينوى تطالب بما يلي: أولا، توزيع الأراضي السكنية لعوائل الشهداء، القوات الأمنية والمدنيين والجرحى والمصابين جراء العمليات الإرهابية. 2، توزيع الأراضي السكنية لموظفي دوائر ناحية برطلة عامة. 3، تنفيذ الأوامر الوزارية الواردة إلينا بخصوص توزيع الأراضي السكنية والتي تم المصادقة عليها من قبل معالي السيدة الوزيرة مديرية بلدية برطلة. 4، نطالب بإكساء شوارع القرى والأرياف والمجمعات السكنية التابعة لناحية برطلة دون استثناء، أسوة بباقي القرى والأرياف التابعة لناحية وأقضية محافظة نينوى.
خامساً نطالب باختيار مدراء الدوائر في ناحية برطلة على أساس الكفاءة وليس على أساس رضا رجال الدين والمحسوبية. ستة نطالب بإيصال الماء الصالح للشرب للقرى والمجمعات ذات الكثافة السكانية. سبعة نطالب بالتشخيص من يريد زرع الفتنة الطائفية أو العرقية أو المذهبية في الناحية. ثمانية نطالب بعدم تدخل رجال الدين في أمور دوائر الدولة والناحية. تسعة توفير بعض المستلزمات الحياتية لمواطني سهل نينوى على أساس برنامج الحكومي الأمن الغذائي. عشرة وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الجماهير سيكون هناك مظاهرات أخرى تصعيدية واعتصامات مفتوحة. اللهم إني بلغت اللهم فشد نخبة من شيوخ ووجهاء ومثقفي ومختاري وموظفي سهل نينوى يوم الثلاثاء المصادف 26/7/2022 وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا طلبات أخرى مثلا إكساء الشوارع، عندنا مجاري، عندنا كهرباء، هذا شغلات ثانوية، أما الهدف الرئيسي من هذه التظاهرات أنه يجب أن يكون هناك توازن وإحقاق الحق للمواطن المساكن في سهل نينوى وخاصة في ناحية برطلة وفي قضاء حمدانية. هناك تمايز. نرجو من الجميع القضاء أو الحلول لهذه المشكلة. نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، كلا كلا للطائفية. الآلاف من الموظفين والشهداء لم يستلموا قطع الأراضي بداعي التغيير الديموغرافي وأعذار أخرى، ووعود الجهات الحكومية بتوزيع الأراضي حبر على الورق. وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية تغطيتنا، نستودعكم وإلى اللقاء.